الأبطال القويات، يأس يضيء ولا يحترق. الجميلات هن النساء القويات اللواتي رفضن واقعا مريرا واتخذن من النضال راية وهوية وطريقا يفضي إلى علم. ففي عام 1956 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرنا على العمل في ظلها، ما دفع الشرطة إلى التدخل لفض المظاهرات بطريقة وحشية. المسيرة التي فضت نجحت رغم فشلها بالاستمرار لعدة ساعات، ما دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. وفي الثامن من آذار عام 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر مرة أخرى في شوارع نيويورك، وهن يحملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في حركة احتجاجية جاءت تحت شعار خبز وورود للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع في الانتخابات والترشح لمختلف مناصب الدولة. مظاهرات الخبز والورود كانت وراء تشكل حركة نسوية عالمية تعنى بحقوق المرأة، ودفعت هذه الحركة نحو إقرار الثامن من آذار كيوم للمرأة الأمريكية تخليداً لمظاهرات نيويورك، وضغطت نحو إقراره أوروبياً، غير أن تخصيص هذا التاريخ كعيد عالمياً للمرأة لم يتم إلا عام 1977. إذن هو يوم للمرأة بلا أدوات المطبخ وبلا مستحضرات التجميل، يوم يحتفل فيه عالمياً بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية للنساء، رغم افتقار كافة نساء العالم لهذه الحقوق ولو بدرجات متفاوتة.